بهذه الحلة البهية صار جامع كتشاو المعلم الديني يرسم فسيفساء فن العمارة في الجزائر العاصمة بنمط معماري تركي جزائري. بعد أشهر طويلة من انطلاق عملية الترميم من طرف الأتراك، صار الجامع بهذا البهاء الذي حافظ على نفس النمط دون أن يمس أدنى تفاصيل فن العمران الأصيل. الجامع التحفة سمي كتشاوة نسبة إلى السوق التي كانت تقام في الساحة المجاورة، وكان الأتراك يطلقون عليها اسم سوق الماعز، حيث أن كتشاوة بالتركية تعني عنزة. الجامع بني في العهد العثماني وبناه حسن باشا العام 1794، ولكنه حول إلى كنيسة بعد أن قام الجنرال دوروفيغو القائد الأعلى للقوات الفرنسية وقتها أثناء الحملة الاستعمارية الفرنسية بإخراج جميع المصاحف إلى الساحة التي أصبحت تسمى اليوم ساحة الشهداء، وقام بإحراقها، وقام بعدها بتحويله إلى إسطبل كما حول العام 1832 إلى كاتدرائية. اليوم جامع كتشاوة يحتفي بترميمه في انتظار زيارة رسمية تركية لتدشينه.